حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن أفتتح هذه الندوة شاكرا لكم من طبيعة الحال لحضوركم معنا. هذه الندوة التي سنخصصها للحوار وللتبادل بين ممثلي مختلف القطاعات الوزارية وأيضا خبراء فعاليات المجتمع المدني المعنية بالشأن العمومي حول موضوع يستقطر اهتمام الرأي العام ومختلف القوى الحية ببلادنا، وهو موضوع الحكامة العمومية بالمغرب. نبغي نذكر بأن الإدارة العمومية ليست فقط وسيلة لتنفيذ السياسات العمومية، هي أيضا أداة لإحداث التغيير وأداة لتفعيل الإصلاح. لذلك فسيكون من المفيد جدا أن ندرج منظور الإصلاح والتغيير والتحديد في الاستراتيجية المتبعة بالنسبة للفعل العمومي بصفة عامة. الحكامة العمومية الآن وهي مؤطرة بمرجعية دستورية وبتوجيهات ملكية سامية أصبحت الآن في تحتل الصدارة كورش مهم جدا. هناك قواعد محددة في الدستور ديال الحكامة العمومية، وحنا استطعنا أن نعبئ العديد من الشركاء الدوليين حول هذا الورش الوطني المهم، وفي مقدمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اللي كنشتغلوا معها على واحد البرنامج اللي كيندار في إطار الحكامة العمومية. الآن حنا اليوم في هذا اللقاء غادي نتقاسموا مع مختلف ممثلي القطاعات الوزارية التقرير الذي تم الإنجاز ديالو مع هذه المنظمات لو سي دي او، وهو التقرير الذي يضع تشخيصا دقيقا لجودة الخدمات العمومية بالمغرب. أعلنا في لحظة معينة أن الرهان الأساسي في إصلاح الإدارة هو خلق نوع من المصالحة، أقول المصالحة بين الإدارة والمواطنين والمرتفقين، وهذه المصالحة تحتاج إلى جهود كبيرة لتحسين علاقة الإدارة بالمواطنين. هناك أحكام دستورية قوية وتوجيهات ملكية صارمة في هذا الشأن، وبالتالي فلا بد أن ينخرط الجميع من أجل تحسين هذه العلاقة بين الإدارة والمواطنين. هناك كفاءات وهناك جهود وهناك وضوح في الرؤية. وتتعرفوا بأن الحكامة الجيدة أو المبادئ المعتمدة في المعايير اللي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو أولا التوفر على استراتيجية، وأقول استراتيجية تجعل المواطن في قلب الخدمة العمومية. ثانيا التوفر على إطار مرجعي قار لتحسين الخدمة العمومية باستمرار. ثالثا التوفر على أدوات لقياس وتتبع جودة الخدمة العمومية. ورابعا تيسير الولوج إلى الخدمة، يعني لا يكفي تقديم خدمة عمومية، أحيانا يكون الولوج إليها معقدا بالنسبة للمواطن البسيط، فما بالك بالنسبة للأشخاص اللي كيكونوا في وضع الهشاشة أو في أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا فدائما خص يكون عندنا ضمانات وآليات لتسهيل الولوج إلى الخدمة وتوخي الرضا للمواطن والمرتفق والقياس المستمر لمؤشرات الجودة داخل الخدمة. هذه المبادئ كلها وضعناها كمعايير لقياس المستوى ديال نضج الخدمات العمومية ببلادنا، وهذا الشيء كله موجود في هذا التقرير اللي غنتقاسموه اليوم. هو تقرير توضعنا في الصورة ديال المستوى الخدمات العمومية في المغرب، ولكن أيضا ينبهنا إلى بعض المجالات التي ينبغي تضافر الجهود من أجل تطويرها وتعزيزها أكثر. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.